أنا ميال للحقيقة للعطورات الفرنسية، خاصة الحين العطورات الفرنسية تطورت بشكل كبير وبدأ يدخلوا المكونات العربية مثل العود واللذر والزعفران، نعم. فصرت ميال أكثر للعطورات الفرنسية. زين، تحب نحن في العادة لما يدخل عندنا الزبون نرحب فيه ونسأله هو هي إيش اللي يريده بالضبط. حلو، أنا زبون جاي. جيتك يلا. فهذا هو جاي أساسا لدهن العود أو مثلا لخشب العود أو للعطر. نعم. بعدها نحن نسأله إيش الروائح اللي هو يحبها، بحيث أن نحن نوصل إلى الشيء اللي هو يريده. ممكن هو يحب الروائح الفريش، ممكن هو يحب الروائح اللي فيها أزهار. نعم. ممكن يحب الروائح اللي فيها عود واللذر والباتشولي، فنحاول أن نقرب الشيء اللي هو يحبه وننصح بالروائح مثلا اللي أكثر مبيعا، ونعرف على العطور ومكونات العطور أكثر. زين، هل إذا أنا اخترت عطر محمد بعدين تروح تقولي لا بس هذا العطر يناسبك أكثر، بس يقولك أنا حبيت هالعطر، هل تتدخلون في هالجانب؟ ولا نحن نعطي رأينا لكن ما نجبر الزبون، لأن هو لازم تمشي على رغبته هو بالذات. نعم. هو الحقيقة يعني لكل عطر لازم يكون فيه نسبة كحول، ونسبة أيضا الزيت العطري يكون لنسبة معينة، لأن لو زادت النسبة أكثر من 35 أو 30 راح يبقى عندك العطر في الملابس، فلازم يكون في نسبة وتناسب. نعم. وهذا طبعا لازم أنت تكون جالس مع عطار متخصص، حيث أنه هو يعطيك هذا الشيء ويعطيك الدمج، وفي آلات معينة. نعم. يعني يكون فيها الخلطة والتركيبة هذه. طبعا الزيت العطري أنت تحدده إيش تبغى، مثلا القاعدة إيش تبغى، الوسط وإيش تبغى، أول رشة يشمها الزبون. ممتاز، عطني القاعدة بمعنى إيش يعني؟ يعني القاعدة مثلا هي نحط نحن العطورات اللي تكون المركزة أكثر، مثلا المسك. المسك يحافظ على مدة ثبات العطر. ممتاز. الوسط مثلا ممكن تحط بعض الورود. الفوق مثلا أريد تشم مثلا رائحة معينة. نعم. فكذا أنت تتفق مع العطار اللي راح أنت وياه تنسجموا بالعطر. يعني أنا إذا مثلا أريد عطر يظل احط معاه مسك عشان ياخذ فتره، لانه يعطي اكثر ثبات وفوحان بهذا الموضوع. ممتاز. وقلت لي الوسط ايش؟ يعني ورود وعود على حسب ما انت النمط اللي انت، لان اول رشه او حتى بعض العطارين الكبار يقول لك انت اذا كان عطرك رشيته مثلا على الملابس وبعد 5 إلى 10 دقائق ما طلعت المكونات الثانيه. نعم. يعتبر ان العطر هذا في شيء، في شيء يعني ما هو المطلوب، ما وصلت، ما حققت النجاح، لان دام انت تذكر تقول انا عطري في عود في مسك في لذر في باتشولي في كذا، وين المكونات هذه؟ نعم. ليش ما طلعت؟ ليش ما ظهرت؟ فدائما العطورات اللي تقدر انت تركبها بخط انت تشتغل عليه. نعم. لازم تظهر هذه المكونات. ممتاز ممتاز. اتوقع مختلف، لان حقيقه عن نفسي ان انا اسافر وابحث بنفسي، سواء كان عن دهن العود وخشب العود، وايضا من ناحيه العطورات نروح إلى شركات ونبحث ونتفاوض معاهم ونشوف إيش اللي هم يقدموه. نعم. من ناحية الأخشاب ودهن العود طبعا أنا أمشي على حاجتين، هو ثبات العودة وكيف أنت تميزه. نعم. طبعا دهن العود لما تحطه من ريحته نحن ممكن عد مع ممارسة الخبرة هذه راح تميز أن هذا راح يثبت، أو الريحة هذه هندية جميلة. نعم. أو هذا كذا طبخة العود كانت. إلى آخره. أنا بعطي بسأل بعض الأشياء، يعني بعضهم يقول لك حط فيكس مع العود ويكون بعضه تاخذ العود وفي نسبة من الفيكس عشان يصير أكثر ثبات وأكثر قوة. طبعا هنا نوعا ما العود تلقى نص نصيص، يعني مو ذاك العود المميز. وفي دهن عود يكون نسبة المسك زايدة في، يعني أعطوني أنا كيف أقدر أعرف لما أشمه أعرف أنه عود خالص؟ لما يقول لك هذا عود سيوفي ما في مثله دهن عود، كيف أعرف؟ أولا شيء دهن عود سيوفي هو ما موجود. هذا أيوة. تسمية. أيوة. سموه بعض التجار. كيف هو في خشب اسمه عود سيوفي؟ نعم. لأنه جاي حدته مثل حدة السيف. ممتاز. وهذا طبعا العود هو من الهند طبعا سمي بهذا التسمية. مثل ما تعرف أنك أنت إذا تريد تطلع عود مميز لازم يتم طبخ الخشب العود والدهن اللي فيه ب2 كيلو عساس تطلع تولة واحدة فقط، وطبعا ان هذه العمليه ما حاجه سهله. نعم. فهنا يبين شطارتك انت كيف تعاملك مع التاجر هذا. حلو. فانا عن نفسي اشوف الدهن، اشوف ثباته، ارجع لك بعدين ما اتسرع، وبعدين اشوف بعد ما يبرد كيف الريحه. اما من ناحيه الخشب العود. نعم. طبعا الخشب العود يكون فيه خطوط سوداء. نعم. العروق هذه فكل ما شفنا هذا العروق السوداء موجوده زادت بمعناته جودته زين، بس هذا ما يعني شرط اساسي. نعم. يعني ايضا لما تحطه على الفحم تشوف
غليانه. نعم. اذا هذا في نسبه بعد هذا انا اعتبره انه مو معيار لان الحين صار الغش متطور. نعم لان في سمعنا في العود الطبيعي وفي العود الصناعي وفي المحسن. في المحسن وفي يضيفوا له بعض المواد بحيث ان انت تشوف غليانه بشكل بس كبير. بس خلاص هنا الدنيا. فهو الطريقه الانسب بالنسبه لي تبخري انا. وشمتي لي هذا النسمه. نعم. فلما انا اتبخر واعطي كذا وقت واتحدث معاه ارجع بعدين الشيء اللي انا اشمه كيف الريحه؟ ناسبتني اذا هذا ممتاز، ما ناسبتني ما ثبتت انا ممكن ارجع خط للوراء. انزين هل اخذ العطر في نفس اللحظه اللي انا اخذته؟ لا ارجع بعدين. أرجع. ممتاز. اولا انت تبي تاخذ الاسرار كلها. ايوه لازم. واحنا نبغى هالفقره عشان انت جبتنا في وقت ذروه البيع اليوم. أيوة. انزين اخذتنا كذا. لا بس محمد اعطاني معلومه. نعم. يعني اكد لي شيء يعني شكرا محمد بصراحه انه إذا عجبك انتظر شوي ارجع البيت ثاني يوم تعال عشان تعرف أي عطر هو اللي يناسبك. تفضل هلال. فأخذتنا أقول لك كذا من ذروة البيع. لكن على كل حال شكرا يعني على التسويق. احنا اليوم وجودنا أيضا تسويق لمؤسساتنا في نعم. في السوق. لكن أنا برجع لك لأكثر من سؤال أنت سألته. أولا في موضوع العود المغشوش العملية جدا بسيطة وسهلة. أسألك إذا كنت أنت من محبين القهوة. أحب القهوة. طيب أي شيء يضاف على القهوة؟ بيبان. بيبين؟ صحيح. صح؟ نعم. على طول أول ما تشرب. نعم. إذا كان هيل. صح. أو زعفران. صح. أو إلى آخره. نعم. العود أيضا. أي إضافة العود أو الـ أو الـ أو الدهن العطري حساس جدا. بالذات العود. أي إضافة في دهن العود تبين للمتذوق. من المتذوق هو صاحب المنتج اللي. نعم. يبيع. أنا لما أروح أشتري وأفحص هذا المنتج أعرفه مجرد أحطه على يدي وأشمه أعرف إذا كان مضاف له بعض المحسنات. نعم. أو الخلطات أو إلى آخره. لذلك نقول إحنا مثل ما يقولوا قلبك دليلك. نعم. أنفك دليلك هو دليلك اللي يحدد إذا كان هذا المنتج تشتريه. نعم. أو لا. أيضا نأتي إلى موضوع الـ 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 إيش العطر أو سألت سؤال المصدر العطر. نعم نعم المصادر. أنا أيضا بعطيك سر من أسرارنا. أيوة. في دار البركة. حلو. ربما نعم نعرف أن بعض المصادر بالذات في الهند كثير من الشركات تشتري من هذه المصادر لأن هناك المصادر محدودة. أنا شخصيا أضيف لمساتنا في محل دار البركة في حتى في الأعواد أجازف حتى في بعض الأعواد المعروفة. دهن العود الهندي القديم، دهن العود السيوفي، البورمي إلى آخره. هذه أعواد معروف خطها. نعم. إحنا نجازف في دار البركة. أنا شخصيا نجازف وأضيف لمساتنا. نعم. حتى يقال إن والله هذا المنتج في دار البركة مختلف. ولكن الإضافة يجب أن تكون لها ذوق وذائقة. نعم. عطرية مميزة جدا. فنعم إحنا في دار البركة نضيف بعض اللمسات اللي تحسن هذا العطر. نعم. فالمصادر اللي موجودة في الهند أو في تايلند مصادر كثيرة. نشترك إحنا بعض التجار أحيانا حتى نجيب مجموعة من مثلا على سبيل المثال شركة من الشركات تقول لك أنا ما أبيع إلا 100 كيلو. نعم. من حطب العود. إحنا أحيانا ما نستطيع أن نشتري 100 أو 200 نشترك بعض من 5 أو 6 من العمانيين. نعم. وليش رأيكم؟ وكل واحد يبيع بطريقته يسوق. نعم. بطريقته. السوق مفتوح للجميع. إيش اللي يميزك في سألت أظن الأخت سحر أو خالد كيف ممكن أنك تسوق منتجك للزبون؟ المصداقية فقط. ما عندك ابدا اي وسيله الا انك تكون صادق بيرجعوا لك. لان بجيك اليوم اذا ما عجبني بكره ما لانك بترجع لي. صحيح. انك تقرب العطر واي واقنعك في هذاك الوقت انت بتشتري وما بترجع. لكن ما في مثل المصداقيه. ناس كثيرين يسالوا والله هذا العطر كم يوم يبقى؟ قلنا ما في عطر يبقى ايام. نعم. ما في شيء حاجه اسمها تبقى ايام. نعم. العطر انت احتياجك للعطر ما اكثر من 7 ساعات 8. نعم. ساعات في اليوم. نعم. تخرج إلى العمل وترجع والعطر يبقى هذا الحمد لله كفاية. ممتاز. فيجب أن يكون هناك أمانة ومصداقية للتاجر. ممتاز. حتى يستمر وتكون هناك ديمومة للبيع. ممتاز. وللمؤسسة العمانية أنا دائما أناشد يعني. نعم. أن إحنا كعمانيين يجب أن نكون واجهة. نعم. للآخر. ممتاز. ونحافظ على هذا السمع. حلو حلو يا هلال.